عبد الله عايز يعطيهم الحين المركز الاول في الصف. إذا متابعينا الكرام، الترحيب بكم مستمر في هذا الحضور. إعلان عن الشوط العاشر، شوط الجعدان المهجنات، المركز الأول بعد التأكيد أحمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الرميثي، وفوز المسك بأول المراكز، وثاني المراكز كان لراشد بن سعيد بالغافرية الفيلاسي وانطلاقة متعب. هكذا كانت الأسماء للشوط السابق بعد التأكيد مع اللجنة المنظمة. فشكرا، نتابع هنا انطلاقة أشواطنا الجديدة، أشواطنا المتسلسلة والحافلة بالكثير والكثير من المنافسات القوية. شوطنا الحادي عشر للأبكار المحليات، المنطلق منذ قليل على بركة من الله تعالى وتوفيقه. نتابع الانطلاق هنا والحضور مع هذا الشوط، لنذهب بكم إلى أول المراكز مع القيادة والحضور الحذرة لسلطان بن محمد الملعاي الاستبي في صدارة هذا الشوط وتحدي في المركز الأول. بينما ثاني المراكز نتابع الحضور والانطلاق مع جواهر لسيد بن سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري. ثالث المراكز انطلاقتنا وحضورنا في هذه اللحظات مع تواجد هاي ثمانية ولا ستة؟ مع تواجد انطلاقة هوايل لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ورابع المراكز مبشره في هذه اللحظات لمبارك بن هدي بن بطهي بن دبيثان الشامسي. خامس المراكز وتابع هنا سياده لمحمد بن عبد الله النيادي هو القادم في الانطلاق. سادس المراكز والتدخل والانطلاق مع الطياره حمد بن سالم بن سليم الاجتبي. سابع المراكز وتابع صوغه لسعيد بن سيف بن سلطان بن غاشم الاجتبي. التواجد مع جميلة على ثامن المراكز لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري يقدم لنا جميلة في هذه اللحظات. تاسعا وتابع الانطلاق من خلال حضور الشاهينية لخليل بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني. وعاشر المراكز هناك مع الصايلة لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي. هكذا تكون النتيجة وهكذا يكون الحضور بعد إعلان انطلاقة الشوط الحادي عشر للأبكار المحليات من منافسة الثنايا ومسافة الخمس كيلومترات التي حددت لهذا الصباح. أعود معكم إلى المركز الأول هنا مع الانفراد الكلية والسيادة الكلية في المركز الأول هنا والانطلاق الحذرة هنا في هذا العرض المميز. سلطان بن محمد الملعاي الاجتبي من يقدم لنا هذا العرض الكبير على صدارة الشوط بمسافة كلية وبعيدة عن بقية الأسماء الحاضرة في هذا الانطلاق. لنتابع معكم بقية الأسماء التي تأتينا في هذه اللحظات في هذا الشوط. ثاني المراكز جواهر لسيد بن سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري. بينما ثالث المراكز تتواجد في هذه اللحظات هوايل محمد بن عتيج بن زيتون آل مهيري. رابع المراكز من الجانب الآخر سيادة لمحمد بن عبد الله بن معضد النياتي. بينما معضد الانطلاق في هذه اللحظات لسيادة لمحمد بن عبد الله بن معيضد النيادي. وانطلاقتنا تكون مع حفلة لخليفة بن حمد بن مفتاح الشامسي من الجانب الآخر على المركز السابع. وتابع مبشرة لمبارك بن هدي بن بطي بن دميثان الشامسي. ثامن المراكز تصل الطيارة حمد بن سالم بن سليم الاجتبي. وتاسعا هناك مع الانطلاق الوسمية لخلفان
بن راشد بشاوي آل غفولي، بينما عاشر المراكز فالحضور من قبل بابل لخليل بن عبد الله بن عبد الهادي الهايري هو القادم في هذه اللحظات. ومع هذا الانطلاق هكذا إذن من جديد نتابع الأسماء تتغير في النداء الثاني، تتداخل في النداء الثاني لتقدم العروض القوية، ولكن العودة إلى مقدمة صدارة هذا الشوط إلى المركز الأول إلى الحضور مع الحضرة اللي قدمت مشوار كبير وعرض مثير. بسم الله ما شاء الله سلطان بن محمد الملعاي الاجتبي، ولكن تابع حفلة، تبغي تسوي حفلة في ثاني المراكز هنا مع الانطلاق لخليفة بن حمد. مفتاح الشامسي قادم مع التسلل والحضور المميز في هجوم واندفاع قوية في هذه اللحظات، وهذان الشعاران اللذان ينفردا بالمقدمة. 1500 متر باقية، 1500 متر متبقية من عمر هذا الشوط وانطلاقته. الذهاب مع بن مفتاح اللي يقدم حفلة، اللي يغير المجرى، اللي يكسب المقدمة. حفلة لخليفة بن حمد بن مفتاح. الشامسي تنتقل إلى المركز الأول لتحدد المصير إلى هذه اللحظات، لتذهب وتطير وتقدم هذا العرض المثير. بسم الله ما شاء الله العودة من جديد. الحذرة تحاول لسلطان بن محمد الملعاي التبي، تحاول في العودة إلى مركزها من جديد. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير لمن يا هل ترى ناموس الصدارة. المركز الأول، الحضور المميز في شوطنا 11 للأبكار المحليات. وتابع حفلة سوت بلبلة، سوت حفلة على المركز الأول. خليفة بن حمد بن مفتاح الشامسي يقدم عرض مميز في هذه اللحظات. وتابع أحد الأسماء القادمة في هذا الشوط، سيادة محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي قادم مع سيادة. وتابع أيضا هوايل في هذا الانتقال، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يقدم هوايل. تنطلق هوايل، تندفع اللحظات خطيرة، الدائرة الأخيرة مع الأسماء القوية. هوايل تفتعل المشاكل في اللحظات الأخيرة. أيضا الصايلة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي، الرقم الصعب، الاسم الصعب، الشعار الصعب. الله بسم الله ما شاء الله، بالعوايد مع الصايلة. تهانينا والناموس لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي مع آخر الأمتار، الله. تهانينا والناموس لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي على فوز الصايلة بالمركز الأول. ثاني المراكز لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. شفت الثالث المراكز ثالث